عيال خلنا نفكر أنا وياك وكل اللي قاعدين يسمعون بكبسولة الزمن هذه إيش بنحط فيها؟ لأن نفسي بعد 10 سنين إن الله عطانا عمر، أنت لاقينا إن شاء الله يا رب بعد 10 سنين في عام 2024، أعتبر اللي قاعدين قال الحين هو اللي لازم ينحط بكبسولة الزمن، كون إن الكلام اللي راح يكون من القلب للقلب ما ينسي، كون إن النصايح اللي ننصحها بعض ونتبادلها مع بعض ما تروح من البال. شنو اللي بكتبه؟ ورقة صغيرة أبي أكتب فيها: التفت حولك، إن لقيت الناس اللي حوالينك الحين نفسهم بعد 10 سنين احمد الله فأنت بخير. بس وإن كان في ملاحظة بسيطة، فأبي أكتب بكل بساطة: عيش لنفسك، عيش يومك. ليش؟ ليش بس هذه الأشياء اللي بتنكتب؟ شنو نبي من الدنيا إحنا غير السمعة الطيبة؟ شنو نبي من الدنيا إحنا غير أن يذكروننا بالخير؟ شنو نبي من الدنيا إحنا غير أن الناس اللي نحبهم ونعيش معاهم وهم اللي يكونون موجودين معانا طول العمر أن الله أحيانا؟ لا نصير ناس ماديين، لا نفكر بأشياء فانية بتزول، لا نفكر بأشياء ترضينا لفترة من الزمن ومن بعد ما تخلص هذه الفترة تروح. خلي تكون حوالينا قلوب، خلي تكون حوالينا مشاعر صادقة تتمنى لنا الخير. خلونا نكتب حق نفسنا منو حوالينا، عددهم بالأسماء: فلان وفلانة وفلان وفلان وفلانة. وبعدين ارجع راجع هالأسامي هذيلا. أقول لك شيء، للأسف صرنا في زمن اللي معاك اليوم باكر مو معاك، ما تدري وين يروح. فهل راح أضمن؟ اكتب الأسامي اللي انت ضامنها، منو اللي ضامنه بعد 10 سنين راح يكون معاك؟ وبعدها لما تقرأ المعلومة اللي تحت وتعرف ان انت عيش لنفسك وللحظاتك وللناس اللي حوالينك وتحبهم، بتفكر ان الكبسولة هذه والورقة اللي فيها افكر فيها مجرد 5 دقائق لا اكثر ولا اقل، ومن بعدها ابدي اعيش يومي ليومي. كفانا 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 للأبد تخطيط لمستقبل لا نعلم راح يصير ولا ما يصير. كفانا 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 للأبد الحزن على ماضي ما نقدر نغير في شيء. يومي شلون قاعد أعيشه؟ 50% منه و12 ساعة أفكر إيش بسوي باكر، وال12 ساعة الثانية قاعد أفكر إيش صار أمس. إنزين واليوم، اليوم متى بعيشه؟ ب5 دقائق، ب10 دقائق، ب20 دقيقة؟ إنزين اللي حواليني أخي، خل باكر حق باكر لا تفكر فيه، وخل أمس حق أمس راح وانتهى، صفحة وانطوت. شنو طموحك؟ منو الناس اللي حوالينك اللي ودك اليوم تذكرهم بغلاتهم ومعزتهم؟ شنو اللي تبيه من الدنيا؟ شنو أحلامك؟ أهلك راضين عليك؟ أنت راضي عن نفسك؟ اللي قاعد تفكر أن أنت تبي تبني طموحك، اللي قاعد تفكر أن أنت توصل له، يا أخي قراراتك قاعد تتخذها صح؟ لمتى بتظل تعيش حياتك ولا مر يومك يسألونك إيش صار أمس؟ تقول عادي، أمس نفس اليوم، اليوم نفس باكر، باكر نفس عقبة. والملل هذا لوين؟ والكآبة المخيمة على قلبك لوين؟ أنت شنو اللي تبيه بعد 10 سنين من اليوم؟ تخيل تفتح الكبسولة تكتشف بأن أنت نفسك نفسك تطالع نفسك بصورة وتطالع بهال10 سنين إيش سويت. كان في فترة من الزمن طافت وأنا بس قاعد ألاحق فلان علشان هو جرحني، وفترة ثانية طافت وأنا قاعد أتحكى بفلان لأن أغار منه، وطافت فترة هني ما رحت ولا لحقت طموحي ولا حققت أحلامي لأني كنت مشغول بأشياء تافهة. لما أطالع نفسي اليوم شنو اللي أبي؟ صدق كل اللي أتمناه بأن من بين الأسامي اللي تكون موجودة بالورقة بعد 10 سنين من اليوم يكون اسمك. اسمك أبي أحس بأني أنا اخترت صح، أبي أحس بأني أنا حبيت صح، أبي أحس بأني أنا وهبت قلبي صح، والثقة اللي خلتني أكتب اسمك اليوم عشان أشوفه دوم مو بس بعد 10 سنين. ما أبي هالثقة هذه تروح بعيدة، أبي أكون هذاك الإنسان اللي لما يقرأ الأسامي يقول صح، أنا عشت حياتي صح، أنا اخترت الناس اللي حواليني صح، وكاهم لا يزالون حواليني ولله الحمد أولا وأخيرا. والحين بخلي المستقبل للمستقبل، وبخلي اللي طاف طاف، وبعيش اللحظة هذه، بعيش اللحظة هذه في أني أبر أمي وأبوي وأهلي وربعي والناس اللي حواليني. أبي أعيش اللحظة هذه في أني أحقق اللي ما قدرت أحققه وفاتني. إيدي بإيدك، قلبي على قلبك، أسهر أحاتيك وأشجعك، وأنام وأنت محللني وأنا محللك، وأحنا راضين عن بعض طول العمر بإذن الله. أكو أحلى من هذه الأشياء تلاقيها بكبسولة؟ أكو أحلى من كلمات مثل هذه تلاقيها بكبسولة؟ أكو أحلى من هالقلوب؟ لا تفكر، لا تفكر بعد 10 سنين وين بتكون، مع منو بتكون، وشلون بتكون. عط كل موضوع حقه في حياتك، الموضوع اللي يستاهل دقائق عطى دقائق، والموضوع اللي يستاهل أيام عطى أيام. لا تبالغ، لا تزيد الطين بلة، لا تجهد نفسك بالتفكير،
لا تضيع على نفسك لحظات حلوة وانت قاعد تفكر بسين وجيم. وبعدين شنو اللي بتكسبه؟ اذكر لي فايدة واحدة من اللي قاعد تسويه. ما هو الوقت مار خلي يمر وانت مرتاح، خلي يمر وانت مبتسم، خلي يمر وانت عايش، وخل باكر بإذن الله الله كاتب لك أحلى أشياء. خل باكر بإذن الله الله كاتب لك أجمل الأمنيات، أحلى اللحظات مع الناس اللي تحبهم ويحبونك. خل باكر، خل باكر حق باكر، والتفت حولك حق الناس اللي حولك، قول لهم شكرا أحبكم، الله لا يحرمني منكم. قولوا آمين يا جماعة. خلي بكرة لبكرة، خلني أنا و...